انطلقت حملة توعوية للشركة الوطنية للكهرباء بالدائرة الأولى، والحملة تهدف إلى توعية السكان بضرورة ترك التوصيلات العشوائية للكهرباء دون إذن من الشركة. رماد جبريل أنجيني. أزعجت العمليات المتكررة التي يقوم بها بعض من المواطنين بتصرفاتهم الغير حضرية لتوصيل الكوابل الكهربائية بطريقة عشوائية في الأهياء المختلفة للعاصمة نجمينا، أزعجت الشركة الوطنية للكهرباء. وحول هذه التحديات اتخذت الشركة عدة سبل متنوعة لتوعية السكان وإرشادهم بحدث حثهم على ترك مثل هذه التصرفات المتخلفة. المسرحية كانت من الطرق الجديدة للشركة الوطنية للكهرباء لتوصيل رسالتها إلى الجمهور. من ناحيتها مسؤولة المنطقة رقم 5 للشركة الوطنية للكهرباء بالدائرة الأولى مسرى أليسا قالت إن الشركة فقدت الكثير من الأموال بسبب هذه العمليات، وعليه نناشد المواطنين بالتوجه إلى مكتب الشركة لإصلاح هذه الأخطاء وكذا دفع الفواتير التي من شأنها تساعد في عملية استمرارية أعمال الشركة الوطنية للكهرباء. إبراهيم أمدو المنسق النائب لمنطقة رقم 5 بالدائرة الأولى من جهته قال إن الأشياء الخطيرة التي لا يدركها السكان تكمن وراء هذه التوصيلات، وإن هذه الطرق ستزيد من مخاوف الشركة التي يمكن أن تؤدي إلى حرائق واسية تكون خارج السيطرة.